Hey guys, with much peace and love, أنا بلال مدن والفيديو ديال اليوم يكون فيديو آخر من ولا جزء آخر من داك الفيديوز ديال كلمات وعبارات ألمانية اللي كتخلي وقت بان باللي متخيزي لا لونغ وكتما في حال ولد البلاد. السلسلة ديال اليوم ولا في الفيديو ديال اليوم يكونوا كاينين عاود 10 ديال العبارات اللي عم بارطاجيهم معكم. والحاجة أخرى، إذا كنتم الفيديوز اللي فاتوا ما تفرجتوهمشي، اللينك كاين هنايا، عجبرو ديك الفيديوهات كاملين. كنظن حتى دابا عدلت 5 ديال الفيديوز في هاد السلسلة هادي، إذا بغينا نسميوها سلسلة، دونك أكثر من 50 كلمة اللي غتعاونكم تقدروا تستعملوها في الشخايبن ديالكم في الامتحان، وتقدروا تستعملوها ملي تجيو من هنا ألمانيا ولا قبل، باش تبينوا بلي بصح عندكم واحد النيفو مزيان في الألمانية. حاجة أخرى، إذا كنتي أول مرة في هاد الشين هادية، هاد الشين كتخصكم ما كيتعلق بالفاينانشالز أورجانيزيشن، بودكاست بزاف ديال المواضيع والحياة هنا في ألمانيا اللي كتاخد جزء كبير من الشين. دونك اذا كيعجبك واحد الموضوع من هاد المواضيع ولا اختار، ما عليك غير تمشي للشين تفرج ديك لي فيديو هادوك. واذا عجبك لي فيديو ما تنساش تعدل لايك كومنت وسبسكرايب وبارطاجي الفيديو حتى مع اصحابك اللي مهتمين بالموضوع. والحاجه الاخريه، انستغرام يبان هنايا، ما تنساش تعدلو فولو فيه حيت تما كاين مور انتراكشن مور انجيجمنت، وتما كنعدل اللايف بعض المرات وتما نقدر نجاوب على الاسئله ديالكم. دونك بلا ما نطول عليكم، يلا ندوزو للفيديو ديال اليوم ونشوفو واش من 10 العبارات اللي موجد لكم. So hustlers، 10 ديال العبارات كيف ما قلتكم، وعنبداو بالعبارة اللي موجدت لكم، وهي ملي كتقول لشي واحد شي حاجة ماشي مباشرة، يعني بغيتي تقول له شي حاجة ولكن بغيتي كيفما كنقولو حنايا بغيتي تدخل وخرجتي في الهضرة عليك، بغيتي تقول له شنو كاين، كتقول فاش دوخش كي بلو ما زاغن، دونك كتقول له شي حاجة ماشي ديريكت، يعني كتقولها له ولكن ما كتقولها له شي ديريكت. إذا شي واحد جاوبته ولكن كيف غنقولوا الجواب ديالك ما كانش مقنع، ولا كيف ما كنقولوا غير حورتي عليا وصافي، يعني غير بقيتي كتخربق وصافي ما قلت حتى شي حاجه مفيده. كتقول يماندن ميت اتفاس ابشبايزن، يماندن ميت اتفاس ابشبايزن كتعني باللي ما عطيتيني شي جواب مقنع، ولا يماندن شي واحد ما عطيتيهوش شي جواب مقنع، يعني غير بقيتي كترون في الهضره وقلتيها، ولا الهضره ديالك ما عندهاش واحد اللوجيك ولا ما عندهاش واحد السوليد بيس. بعدا بالمناسبه هاد العبارات اللي كنقول لكم ما كيتسماش باللي يقدر يكونوا اول حاجه عندهم بعض المرات استعمالات مغايره، ولكن طبعا كيكونوا تقريبا في نفس المجال ولا في نفس المفهوم، وبعض المرات كيكونوا كاين عبارات اخرين ديالهم اللي يقدروا يتقال، وهذه كاي لغه. حنا مثلا ملي كتبغي تقول شي حاجه كتقدر تقولها بزاف ديال الطرق، ولكن انا كنعطي لكم هنا شي الطرق اللي كتكون كتسمعهم وكلشي. اذا بغيتي تقول اهم حاجه بقيتي كتهضر وساعتك بغيتي تقول اهم حاجه في هذا الشيء كامل، كتقول داس ا اند او. هاد داس ا اند او هي فحال الفا اند اوميغا ديال هاد الحاجه كامله شنو هي، وساعه كتقولها. ملي كتشوف شي جوقه بحال مثلا حنا في المغرب ملي كتكون وقع شي اكسيدون ولا كيكون وقع شي مشكل وكلشي كيكون مجمع تما باش كتقول هاد العباره هادي، ولا كتقول شي حاجه وقعت تما حيت بنادم مجمع، كتقول دورت طانت دين بير، زعما تما كيرقص ولا كيشطح الضب ولا شي حاجه على ديك الناس مجموعه، ولكن المعنى ديالها باللي داك شي حاجه وقعت تما على ديك شي الناس مجموعين. دونك كتقول دورت طانت دابير، ولا كتقول دورت شتبت دين بير، يعني على حسب شنو الفيرب اللي بغيتي تستعمل. اذا بغيتي تقول اي ام اون رود، ولا زعما انا في الطريق، ولا ايش بين اونتا فيكس، ولا ايش بين اوف ديم فيك، تقدر تقول جوج الحاجات. اغلبيه كتقول ايش بين اونتا فيكس، يعني كتقول انا ديجا في الطريق، ولكن اذا بغيتي تقول اون رود تقدر حتى تقول اوف اكس زاين، اوف اكس زاين يعني تكون انت انا في الطريق. اذا بغيتي تقول باللي انا علمت شي واحد شي حاجه، كيف ما قلتكم في الفيديو اخر كنت قلتكم هو اين لانن، ولكن تقدر حتى تقول يماندن اين دينك تسيتل فير باسن، يماندن اين دينك تسيتل فير باسن، هو كتقول لقنت درسن شي واحد، يعني هذه ماشي علمته ولا شي حاجه ولكن لقنته درسن مثلا كيف ما كيقولوا باللغه العربيه. وهذه الصراحه تقدروا تستعملوها حتى في الشخايبن ديالكم، غتعطيو واحد الجماليه للتكست ديالكم كيف ما قلتكم، حيتاش تقدر تقول يعني ما تسمعش بزاف في الطريق ولكن عتقل بحال سوفيستيكيتد، يعني شي حاجه بصح اللي مزيونه، وكتقول يماندن اينن دينك تسيتل فير باسن. اذا بغيتي شي تقول شي واحد دوختها ولا شي واحد كذبتي عليه ولا شي واحد ريضته كيف ما كنقولوا حنايا، عاود حتى هي فيها بير ولا فيها الطب، خليك يماندن اينن بيرن اوف بيندن، يماندن اينن بيرن اوف بيندن كتعني باللي دوختي ولا تكذب على شي واحد. اذا بغيتي تقول باللي انت ما قدرتيش تبقى مركز على الحاجه ديالك، ولا بدات كاين بزاف ديال
ديستراكشنز ولا شي حاجه ديال الملهيات اللي ما خلاوكش تبصح مركز على الحاجه ديالك. ساعه كتقول دين فالت فور لاوتا بويمن نيشت زين. دين فالت فور لاوتا بويمن نيشت زين. والكلمه الاخريه ولا الجمله الاخريه ملي كتقول شي واحد، حنا في تطوان كنقولوا مالك عامل بحال البيطه، يعني فخاجيل بزاف، يعني اي حاجه غنقولها لك كتكون سونسيبل، كتكون بنادم ما يقدرش يهضر معاك، بنادم ما يقدرش يخلف معاك، بنادم انت كما يقولوا يعني سونسيبل، يعني كنقولوا مالك بحال البيطه. هذه كتقول نا ان فاسا كي باو زاين. سو هاسلرز كانوا 10 ديال العبارات، عجبروهم في صندوق الوصف كيف ما قلت لكم، تما ديك 10 العبارات كاملين مسجلين ومسجلين حتى ملي فيديو اخرين. اذا ما تفرجتوش الفيديو اخرين عجبروا اللينك ديالهم هنايا، انستغرام عيبان هنايا، عملوا فالو حتى تما. واذا عجبكم الفيديو هذايا ما تنساوش تعدلوا لايك كومنت وسبسكرايب، وخليو لي في كومنت شمني احسن عباره اللي عجبتكم. شكرا بزاف حتى تفرجتوا الفيديو حتى الاخر، وكيف ما كنقول دائما حتى الفيديو اللي ماجيك كيب ذا جرايند كيب ذا حاصل.